السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة إن شاء الله لسه طبعا السلسلة بتاعتنا مكملين مع بعض، سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة إن شاء الله الحلقة الستة، النهاردة طبعا تالت يوم، النهاردة يوم 10/8، ده تالت يوم للغنم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن علاج بعض الأمراض اللي بتحصل في حالات النقل. طبعا الغنم احنا النهارده دلوقتي في شهر 8، الجو حر، بيحصل اجهاد حراري اثناء النقل والحركه في الاسواق من الجو الحر، الطيارات الهوائيه في العربيه. اغلب الامراض بتيجي في الجهاز التنفسي، اغلبها بتبقى عباره عن ايه، بتظهر في الغنم لما بتيجي رشح في الانف زي دي كده اهي، زي ما انت شايف الرشح ده اهو، رشح في الانف، وبيبقى فيه معاه عطس، معاه كحه دي، ومعاها في بعض الحالات بتبقى دموع في العين برضك اهي. دي الحاله دي زي ما انت شايف اهي، بس دلوقتي انا قطرت لها الصبح، هنقول لك العلاج اللي استخدمناه كل حاجه بالتفصيل. المهم كده ان شاء الله العلاج بتاعنا اللي هنستخدمه لعلاج الحالات اللي ظاهره قدامنا، اللي هي السيلان الانف والعطس والكحه. دي تعتبر من اهم الامراض اللي بتصيب الغنم اثناء النقل، بالذات في الجو الحر الشديد وفي الجو البرد الشديد، الاثنين هتستخدمهم سواء في الشتاء سواء في الصيف. افضل مضاد حيوي انا بستخدمه الصراحه بيجيب نتيجه ممتازه وسعره معقول جدا، بيشتغل على الجهاز التنفسي، هو الفلور فينيكول. لحظه نظبط الصوره اهي، الفلور فينيكول ده افضل علاج بستخدمه في الحالات اللي زي كده، سيلان في الانف، عطس، كحه، تستخدم على طول فلور فينيكول، بالذات لما يكون الجو حر شديد او البرد الشديد. العلبه دي طبعا عشان الناس اللي بتتابع معانا الاسعار، ناس كثيره بيطلبوا الاسعار، هنعمل حلقه ان شاء الله مخصوص لدراسه الجدوى بالكامل، سعر الحليات جايين بكام، سعر الشراء، المصاريف، العلف، الادويه، كل حاجه ان شاء الله هنذكرها بالتفصيل عشان الناس اللي حابه تعمل دراسه جدوى. بس المهم تابعوا معانا، في اسعار هتبقى مفصله كل حاجه استخدمناها في كل فيديو، وفي فيديو مخصوص هنجمع كل الحاجات اللي استخدمناها بالاسعار. ده الفلور فينيكول، العلبه دي ب 90 جنيه 50 مللي، انتاج شركه فارماسويد. دلوقتي طبعا رقمنا احنا رقمنا الغنم طبعا احنا عملنا فيديو بترقيم الاغنام كلها مترقمه زي ما انت شايف الارقام فوق دنها، هتعمل جدول زي كده معاك الرقم. طبعا انا بادي الارقام من 170، الارقام معايا من 170، العدد 24 نتايه، بادي من 170 النهارده. طبعا ادي الرقم وادي الدواء اللي هنستخدمه، فلور فينيكول، التاريخ النهارده 10/8، اللي هنحقنها هنعمل عليها علامه صح بالاحمر هنا، يبقى كده اتحقنت فلور فينيكول في يوم 10/8. وتابع معايا عشان تشوف نتيجه استخدام الدواء ايه، مش كلام وخلاص على الورق، هنوريك الحاله قدامك وهنحقنها قدامك دلوقتي، وفي خلال 48 ساعه ان شاء الله هنعمل بيها فيديو تاني. طبعا الدواء ده بيتحقن سنتي لكل 10 كيلو تحت الجلد مره واحده، بيتعاد بعد 48 ساعه، بيتعاد بعد 48 ساعه لو الحاله ما اتحسنتش لسه، بيتعاد مره كمان بس بعد 48 ساعه. فاحنا في خلال 48 ساعه هنصور لك الحاله تاني ونكتب الفيديو ان شاء الله، يعني النهارده هنحقن دلوقتي قدامك وهنسجل الارقام وهنوريك الحاله قدامك وهنعمل لك فيديو لها تاني ان شاء الله بعد 48 ساعه نتيجه العلاج. فاللي يتابع معانا ان شاء الله عشان خاطر تشوف فيديو بتاع النتيجه بتاعت العلاج. امسك ثانيه واحده، امسك كده يا حمد، امسك صور على الغنم كده على ما هنسحب الدواء. طبعا ورينا في حاله، بس ثانيه واحده نوريكم الحاله اللي هنستخدمها، امسك كده هنوريك الحاله ورقم الحاله اللي هنستخدمها. عاوزين الحاله اللي كانت فيها الافرازات كتير في مناخيرها فين؟ في حاله هنا الافرازات شديده، عشان هي اكتر واحده سامع اهي، سامع الصوت، دي الافرازات كتير في مناخيرها، سده مناخيرها، فالنفس عندها بيعتبر صعوبه اهي، سامع الصوت. دي رقم كام؟ عالي،
بس دي رقم 71. شوف الحالة عشان تعرف لما نتيجة العلاج. رقم كام قلنا؟ 71. امسك يا حمد صور. دي تقريبا وزنها، طبعا ما وزناش لسه الاوزان ما عملناهاش، بس مش هنوزن كل واحدة بالواحد بالظبط يعني. دي تقريبا حوالي 25 كيلو 30 كيلو، هنسحب لها 2 سم ونص. طريقة الحلق طبعا احنا اتكلمنا عنها كذا مرة قبل كده وعملنا فيديو عنها. طريقة الحلق هنديها 3 سم. الحلق تحت الجلد، السن بتاع تحت الجلد. قرب يا محمد عشان تشوف هنا، قرب هنا. طريقة الحلق بتشد الجلد زي ما عملناها قبل كده، بس برضك الاخذ العلم بشيء تاني. اهي الجلد اهو شدد الجلد، بتضرب الابرة عمودي، الابرة طبعا حراقة جامد ما تخافش. دي كده رقم 171 زي ما انت صور هنا. دي 171 هنعمل عليها علامة صح. دي كده خدت النهاردة بتاريخ 10/8 خدت فلورفينيكول. هنشوف حالة كمان، هنشوف حالة او حالتين مع بعض هنحقنهم عشان خاطر تشوف النتيجة بتاعت اكتر من حالة. طبعا انا ان شاء الله هنحقن الغنم كلها بالكامل زيادة تأكيد يعني مش اكتر، بس في حالات اللي باينة هنوريها لك. قرب يا حمد، دي لاحظ طبعا باين اهي الافرازات على مرخيرها اهي. دي رقمها كام؟ 174. الرقم ظهر 174. دي تقريبا حوالي 30 كيلو برضك، هنديها 3 سم. الحق تحت الجلد زي ما قلنا، بس دي ظبطها خشنه شويه اهي. انا بوريك بس عشان تتاكد ان الجلد ما تضربهاش في الهواء وتلاقيها نزلت اهي. اتاكد ان الجلد، رفعت الجلد، بس انا طبعا ممكن اضربها بسرعه بس عشان اوريك انا اديك ده شرح اهي. دخلت كده، دخلت في الجلد اهي، بتضرب الابره خلاص مفيش اي مشكله. دي رقم كام قلنا؟ 174. السمره مفيش غيرها، السمره في وسط الغد. تعال 174 حتى هي وبنعمل عليها علامة صح. دي 174. حالة ثالثة كمان عشان نستكفي كده بالفيديو عشان الفيديو ما يطولش، هنلاقي حالة كمان اهي. صور يا محمد، تعالى شايف وضحت؟ تمام واضح. دي حوالي بس ادي هنسحب لها حتى هي حوالي 3 سم او 3.5. دي تزيد عن 30 كيلو، عملنا لها 3.5 سم. وقلنا رقم كام دي؟ سجل الرقم، ثبت 190. ادي الحالة هي كمان الجلد ده عشان الصفه مكعبله جامد اهي كده. اتاكد ان السن دخل في الجلد خلاص. دول الثلاث حالات، هنستكفي بالثلاث حالات دول. طبعا هنستكفي، الابره طبعا حراقه زي ما انت شايف مفيش مشكله ما تخافش. دي اللي خدت الابره دلوقتي شايف بتنط ازاي، بس ما تخافش دي الابره بتاخد بس دقيقه او دقيقتين وبتهدى تاني مفيش اي مشكله. في حالة تانية طبعا ظهرت معانا من ضمن الضير قلنا سيارين الان في العطس والكحة، في اللي هي دي. بس امسك يا عم عادي. بس دي كان فيها مية بيضة، سحابة بيضة على عينيها شايفها اهي. بس طبعا هي بتخف دي في الاول، دي في بدايتها لسه. انا قطرت لها الصبح بس ما قدرتش، عملت لها قطره الصبح، بس شوف العين في بدايتها لسه بتتعالج مباشره مره او مرتين. دي العين الطبيعيه اهي، لاحظ الفرق بين الطبيعيه عشان لو مش ملاحظ الفرق انت.
دي السحابه لسه في بدايتها. دي قطرت لها قطره الصبح اهي اوبتيديكس، دي قطره بشري بتجيبها من اي صيدليه بشري. دي اوبتيديكس عباره عن ثانيه واحده عشان ظهر عباره عن الدكس ميسازون، ده شيء اساسي بس للاسف الارقام مش واضحه الكتابه. ايه دي ممكن بالك من على العلبه اكتر؟ ايوه ثانيه واحده انا عاوز اوريك بس مش اكتر. اهي شايف عباره عن دكسا ميسازون مع توبرا ميسين، مضاد حيوي توبرا ميسين مع دكسا ميسازون. دي عباره عن الاوبتيديكس. العلبه دي عامله 21 جنيه مصري من الصيدليه البشري، 21 جنيه مصري. ممتاز 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 في حاله السحابه اللي هي الغمامه البيض، السحابه البيض على العين اللي هي الدموع في العين، بدايتها بتبدا بدموع في العين وبعد كده بتقلب بسحابه بيضاء على العين. ده عباره عن ميكروب بيصيب العين وبيعمل له التهاب على العين، لازم يتعالج في اوله. انا قطرت لها منها الصبح، ما شاء الله دلوقتي شبه خفت، هنقطر لها منها تاني دلوقت قدامكم وكده خلاص ان شاء الله باذن الله بكره هتكون تمام. وبرضك دي رقمها باين اهي 187، اللي عاوز يحفظ الرقم. هات تفتح امسك صور اهي، بتتاكد انها دخلت في العين حلو، دي اهم حاجه، تتاكد ان النقطه مش لازم نقطه واحده، بس كده بتسال نقطتين ثلاثه مش مشكله، اهم شيء تتاكد انها دخلت في العين كويس. وطبعا دي فيها برضك رشح اهو، هنديها ابره هي كمان بالماء، نديها 3 سنتي بس. روحي حال الربع طبعا. لا كفايه كده هنسجلها، بس رقمها كام احنا قلنا؟ شايف ماشي، هنشوف الرقم ده وهنسجلها. ثانية واحدة رقمها 187، ونعلم على 187. دي كده الحالات اللي عملناهم احنا مع بعض، وده هنرجعهم ان شاء الله بعد 48 ساعة كده، ثلاث حالات يعتبر 171 174 187. وبالنسبة لل في دواء تاني بيستخدمناه استخدمته قبل كده، ديكساترول. ديكساترول نفس النظام، قطره للعين برضك ممتازه في حالات الدموع في العين، قطره بشري برضك بس دي ارخص، دي حوالي ب 12 جنيه تقريبا، مش فاكر سعرها بس كشرها من فتره، بس تقريبا دي ب 12 جنيه تقريبا، من 12 ل 15 جنيه. اما الاوبتيديكس مفعولها افضل واشد، ديت العلبه بتعمل 21 جنيه اوبتيديكس. دي الحالات اللي ظهرت عندنا طبعا، والادويه اللي استخدمناها النهارده في حاله العطس، في حاله الكحه، كانت الصبح في كحه كتير وفي عطس كتير، بس دلوقتي في خلال 10 دقايق دول 13 دقيقه الفيديو مفيش حاجه عطست او كحت. فعشان كده بقول لك ان ما بحنش من اول يوم، بسيبهم يومين كده يستريحوا يستقروا الاول، ونعرف اللي عاوز يتعالج واللي اموره ساعات بتبقى الحلقه جهاد مسافه السكه بس مش اكتر. لكن كده عالجنا الحالات، وفي حالات تانية لسه هنعالجها دلوقتي، مش هم دول الثلاث حالات الموجوده، وهنحقن الكل، هنحقنه فلورفينيكول، او بمعنى اصح العلبه مش هتكفي الكل، بس هنحقن الحالات اللي شاكك في امرها. انما انت لو عندك فاض زياده احقن الكل مباشره، اول ما تيجي الغنم احنا كلها فلورفينيكول، ممتاز للجهاز التنفسي. وفي النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.